السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في هذه الأخبار الجديدة التي سوف نعطيكم فيها بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال الأخبار، بزاف ديال الأشياء والحوايج اللي ما كنتوش عارفينها والتي ستوف تعرفونها وسوف نقولها لكم بدون إحراج، بدون حتى شي حاجة وما بيناتناش والدنيا هانية. ومرحبا بكم في الأخبار، الحلقة الأولى من نشرتكم الإخبارية حتى وزة. ونستهل هذه النشرة بالخبر الدولي، حيث نايضة بزاف ديال الصداع في العالم قرب الله نايضة، وحتى واحد ما عارف علاش والروينة وهذه شي صداع نايض ليه، وحدين داروا ليه الاخرين كيعطيوهم الفلوس، عطاوهم شي فلوس قالوا لهم سيروا لهنايا وما فهموش هما ديك الساعه ملي مشاو عندهم قالوا لهم واش اخي قالوا لهم واش زعما عطاونا ندوروا معانا باش نديروا حنا العسكر ديالنا، وديك الساعه ملي نيو لنا العسكر مزيان نتوما سيروا في حالكم، الساعه الاخرى اللي لصقوا لهم تما فهمتيني ما بغاوش يتقلعوا لهم، ناض بنادم ويكع ناض بنادم تيكعوا ولا يقتلوا في, في, في العسكر ديال ديك البلاد اللي جات عندهم تما، وناضت الازمه ودابا داروا الانتخابات عاوتاني ما بغاتش تقاد لهم القضيه، وهذا واحد الروينه عاوتاني في واحد البلاد هنايا، المهم واحد شابكه وصافي ما عارف دابا راه ما عارف كي غيديروا ديك القضيه، انا راه ما فهمتش وشابكه والله الا شابكه وحق ربي العظيم الا شابكه. والمشكله دابا راه تفهم السطه دابا راه اللي تيكونوا الفوق ما كتعرفوش نيتهم مزيان ولا لا، وهذوك اللي باغيين يوضوا قرب على ما كتعرفوش نيتهم مزيان ولا لا، المشكله ماشي كان بدهم تيموت فهمتي، وراه هذا هو الصداع اللي نايض دابا، هي السياسه اللي نايض عنده راه في شكل والله الا في شكل واحد ربي عليه العظيم. المهم ندوزو، كاينه واحد الجزائر عندهم انتخابات هاد الايام، كيديروا انتخابات كيمشيو كيمشيو كيديروا ديك الصندوقه بحال هكا كيديروا جرم في الاوراق كيديروا ديك اللعيبه ديالهم فهمتي، على وعات تصدق شي حاجه فهمتي كيشوفوا، ولكن راه باين شكون اللي غيدير زعما بلا ما كيضيعوا الفلوس وداك الشيء وصافي. وراه يعني المهم حنا كنعزينا الجزائر جيراننا وداك الشيء نبعدوا على داك المشاكل وداك الشيء الله يخليهم لينا جيران. المهم ما عليناش سوريا تونس والله ما عرفت ما عندي ما نقول لكم انا ما عارفش والله، وخا دابا درت اخبار وداكشي ما فهمتش انا ما فهمتش الله يسهل عليهم مساكن الله يعاونهم، وكندعيو معاهم زعما راه قلوبنا كامله معاهم ما كرهناش والله ما كرهنا لهم تقاد القضيه. في الخبر الدولي واش نقول لك عاوتاني ميريكان باقي اوباما باقي حاكم ميريكان وشنو اخر صافي هادشي اللي كاين، وشنو سميتو عاوتاني فرنسا حتى هما عندهم حتى هما قرب على هاد الايام ديال الانتخابات وداكشي ما فهمتش كيديروا الانتخابات حتى هما دوك فرنسا بغينا مسالين نقطوهم صافي ما عرفتش كاين شنو اخر عاوتاني. قال لك هادي قال اوكرانيا كانت في الصداع ديك المره ما عرفتي صاحبي خرجوا فيه داك خين والله الا خرجوا عرفتي داروا لهم الصداع بالبال فهمتي ديك اللعبه ديال ما كاينش صاحبي. المهم اوكرانيا دابا راه حايرين فهمتي، دابا اوكرانيا وموضوعها مع روسيا دابا بغاو شي واحد من اوكرانيا يقول لك لا حنا تابعين لروسيا ما تابعينش اوكرانيا فهمتيني، وما يدار وينه عرفتش كيف شكل داكشي. المهم ما عليناش في المغرب ندوزو خصنا نقولها بديك العربيه الفصحى داكشي. وفي الخبر الوطني حيث لقد قام المهم زيد الحيد الخبر الوطني مارش الطوموبيلات بنادم كازا هي كازا رباط هو رباط طنجة هي طنجة لا ستابيليتي كلشي بخير الحمد لله. ما راكمش بغيتو واش بغيتي نقول لك انا دابا في الخبر الوطني باش نقول لك يعني انت ما كتخرجش من داركم تشوف شنو واقع سنين، انا نقول لك شنو واقع في الخبر الوطني سير صاحبي اقرا وسير تثقف اقرا الجورنال سنين انا نقول لك شنو واقع يا لبسينا. المهم ما عليناش الخبر الرياضي بالعربية. وفي الخبر الرياضي في حيث قام الفريق الخبر الرياضي لعبة البارسا مع الريال سعسقت الريال اللي ربحات وهم دابا البارساويين بقاو فيهم الحال المدريديين كيتشفاو في البارساويين وما دارو واحد الروينة عاوتاني، ولكن شكون اللي رابح من هادشي كامل هما اللي القهوة بينا وبينكم ولا مولي القهوة مولي رابحين في هاد الماتشات وهداكشي صافي. جزيره ما كتصورتها وزا حيت كاينه دريم بوكس وداكشي ديال فهمتي بان كيتفرج في ستريمينغ وداكشي، جزيره مسكينه ما مصوره والو بني وخا دار ديك بينغ وداكشي ما مطلعاش مول القهوه مول ضاربين الصح. انا بيني وبينكم شي من غير هاد الاخبار وهاد راه مكرهش نسالي ندير شي قهوه حتى نحلو ندير بيه خير لاباس صافي. المهم هذا هو الخبر الرياضي صافي. البارسا لعبت مع الريال وقع شي ستون بحال هكا، المهم كاينين شي ستونات كيطراو في الرياضه وداك التخرب ونقلبوا راه كاين واحد السيت ديال السبورت نعطيكم اللين ديالو وشوفوا ديك الساعه فيما انا ما عارفش فاش ما عنديش معاه. ندوزو الخبر الفني. الخبر الفني يا سيدي واو. وفي الخبر الفني في حيث قام ما عليناش الخبر الفني يا سيدي كاين جوج الحوايج، كاين الخبر الفني في المغرب وكاين الخبر الفني في الخارج. الخبر الفني في الخارج
والله ما عرفت خبر الفني ديال الخارج راه كيغنيو راه تيديروا لا دونس كيرسموا تيديروا المسرح المهم راه نايضه فهمتي العالم كامل كيدير الفن لا بخير القضيه زوينه الخبر الفني في المغرب وي مارش المهم راه كيبان متي صبغ كيبان متي شطح كيبان متي يغني كيبان راه عطاهم الله يبان لك شي واحد كيطار هاز كيطار في السنقه حتى هو داك راه خبر فني راه داز واحد خينا هاز كيطار ماشي خبر فني هذاك وصافي دابا سالينا نشكركم على تتبعكم لهذه الحلقه وتكونوا استفدتوا معنا بزاف وعطيناكم بزاف ديال الاخبار عرفنا بان هذه الاخبار هذه كاين بزاف الحوايج اللي قلناها ما خصناش نقولوها كنتمنى تكون عجبتكم الاخبار ديالنا وشكرا كنبغي نسلم على كل شيء وكنوجه السلام للناس ديال الاسفي شكرا كنبغي نوجه الناس ديال كاع المناطق المغربيه فين ما كانوا شكرا بزاف وتهلاو في راسكم المهم تهلاو في راسكم كلو مزيان ما تبقاش تاكل داك الفريت ديال سميتو داك الفريت كونجلي خايب خذوا داك الفريت خصو يكون ديال البطاطا ماشي ديال الكونجلي واخا انا ساليت اصاحبي انا ساليت انا جاي داك الفريت ديال البطاطا احسن من ديال الكونجلي والسناك ديما ملي تمشي عندو شوف واش كيدير الماكله هي هذيك ما تبقاش تمشي عندي بان لك تمشي عندو راه كيديروا زيت قديمه صاحبي المهم تهلاو